بحاول افهم روك ستار في الفتره الاخيره، عجزت والله العظيم عجزت افهمه. نسخه جديده يقول لك للعبه جي تي اي في حتكون بريميوم اديشن، وتاجيل لعبه ريد ديد ريدمشن يخبي لنا مواضيع يمكن حتبدا تخوفنا بشكل كبير. خلوكم مع المقطع. سلام، كيفكم؟ ان شاء الله طيبين ومبسوطين. صراحه انا يعني ما بسوي دراما على قولتهم، بس شكرا على الدعم في اليوم اللي راحت. ما شاء الله تبارك الله دخلنا 64,000 بلمح البصر، والاجمل من هذا كله 500,000 مشاهد تقريبا عندنا في موقعنا VGA4A. شكرا لكم. انا عارف مهما قلت ومهما اسوي مستحيل او فيكم الشيء اللي قاعدين تسووه. عارف غلبكم يبغى لعبه الانوار، عارف غلبكم يبغى لعبه الاف بي اي، عارف غلبكم يبغى لعبه شادو اوف كلوزس او ظلال العمالقه. طلباتكم صراحه على العين وعلى الراس، بس اصبروا علي لان الوقت صار جدا ضيق بشكل انا ما عارف كيف قاعد اتصرف اصلا الفتره الاخيره. بس دعمكم بيخليني انحرج واضطر اسوي فيديوهات باي طريقه ممكن. يعني حتى لو ما قدرت اسوي هنا مستعد اسوي في الشارع، ما عندي اي مشكله، واتسلف اي جهاز وادبر نفسي، المهم انه شيء ينزل لكم. فان شاء الله لي او خلينا نقول في مفاجاه حتشوفوها خلال اليومين الجايه، فسخنوا حتعجبكم بشكل كبير. للامانه الفيديو هذا انا ماني مخطط له انه اتكلم عنه اليوم بالتحديد، لكن قلت خلاص فرصة اتكلم عنه على اساس يكون تمهيد للفيديو الجاي. فبكل بساطة حنتكلم اليوم عن اشياء بتخص اتجاهات روك ستار، انا تعمدت ما اتكلم عنها في الحلقة حقت الاخبار اللي دعمتوها بشكل كبير يوم الاثنين تقريبا اللي هو امس، فقلت خليني اتكلم اليوم بشكل اريح خاصة لجمهور لعبة جي تي اي وجمهور لعبة ريد ديد ريدمشن وروك ستار اللي صراحة حبكم كثير كثير. فلا نكثر كلام، حاب اذكر قبل لا نبدا اشترك في القناه عشان المقطع اذا عجبكم، اللايك والديسلايك بيعبر رايكم في النهايه. خلونا نبدا. نسخه جي تي اي في البريميوم اديشن، ايش يعني بريميوم اديشن؟ ايش قاعد يصير؟ ايش قاعد يسوي روك ستار؟ انا ما اعرف صراحه، ما ادري اذا كان هذا الخبر يعتبر صحيح 200% او يعتبر خاطئ 200%، لانه المصدر هو الحال محير اللي هو موقع امازون. طبعا حتشوفون قدامكم نسخه للعبه جي تي اي في بريميوم اديشن خاصه باجهزه اكس بوكس 1 والبي اس 4. طبعا النسخه كانت موجوده في امازون، وصراحه انا اتوقع انه اغلبكم لاحظ السعر ما يعتبر طبيعي ابدا، 69 يورو تقريبا حدود ال 83 86 دولار، يعني لو جينا نحسبها بالريال السعودي حدود ال 300 الى 330 ريال سعودي. مبلغ ترى مو سهل، مبلغ مره مو سهل. طبعا حيجي ببالك اول شيء السعر ما هو طبيعي، هذا واحد. اثنين، ليش نسخه خاصه باجهزه اكس بوكس 1 اكس وبي اس 4 برو؟ عشان يدعموا تقنيه ال 4K بيحطوا بالسعر هذا؟ خلونا ناخذها حبه حبه. نرجع شوية بالذاكرة ورا ونحاول نفتكر ايش الاشياء اللي ممكن تدفعنا عليها روك ستار، لانه لو جينا لطور الاونلاين اللي مدخل لهم ذهب، تحديثات ما بتدفع فيها ولا ريال واحد تقريبا، غير فكرة الشارك كارد وغير فكرة الجديدة اللي طلعوها اللي هو الكريمنال اديشن او حاجة زي كذا، اللي هي فكرتها زي الباكيجات، خلينا نقول نفس فكرة الحسابات المهكرة بس اخذتها روك ستار وخلتها بشكل رسمي. يعني حيعطوك مثلا باكج في سيارات معينة او جراجات معينة وفلوس معينة مبالغ معينه، حتحصلوها حتى موجوده في موقعهم بشكل رسمي، فتقدر تشتريها وتكسب كذا شغله بمبلغ معين، بدل ما تشتري الشارك كارد لحاله وبعدين تروح تشتري مثلا سيارات او مركبات، فاعطوك اياها باكج واحد. اذا هل معناته روك ستار حيعطونا الباكجات هذه من ضمن هذه النسخه عشان السعر غالي؟ لانه مو منطقي انه بس عشان ال 4K حيعطونا النسخه هذه او يحطونها او يبيعوها حتى بشكل عام، لانه جدا الموضوع غريب. بحاول اهضمه وبحاول افهمه، ماني عارف. الا اذا كانوا بيحطوا اضافات الموجوده في الاونلاين اغلبها بنقولوها في طور القصه، وهذا برضو كمان مو منطقي، لانه اللي احنا فهمناه ما في شيء بينضاف في طور القصه الا ويكون له سبب او قصه. اعطيكم مثال بسيط، شفنا قبل كذا لما اضافوا عندنا اسلحه او السلاح الكهربائي الغريب هذاك اللي في لعبه جي تي اي، ما شفنا الا على الجيل الجديد بس. شفنا عندنا مركبات جديده اللي هي الدودو اعتقد، اللي هي الطياره اللي بتكون في المويه او تقدر تقعد على المويه يعني وتقدر تقلع عادي. شفنا عندنا المركبة نسيت اسمها بس برضو دث وحاجة اضافوها قريب في طور الاونلاين من اول موجودة في اضافة او في طور القصة بس لاجهزة الجيل الجديد. لاحظنا انه هذه الاضافات وراها قصة معينة او طريقة معينة عشان تقدر تاخذها او تكسبها. الفلاتر اللي ضافوها في لعبة جي تي اي في وسبب اللغز حق البنت اللي موجودة في البحر، وتكلمنا عنها برضو في مقطع يوم السبت اذا ما خاب ظني. فاللي بوصله انه مو منطق السعر اللي حاطينه الا اذا كان بيضيفوا اضافه
قصة، وهذا الكلام يعني مرة بعيد الصراحة، لأنه حسب سروار اللي هو مسؤول الأونلاين استبعد هذه الفكرة خلاص، موضوع إنه يضيفوا شيء للقصة ما عاد يحتاج، كل شيء على الأونلاين. فما أدري، قولوا لي أنتوا رأيكم، هل تتوقعوا إنه نسخة جديدة فيها شيء؟ لأنه خاصة تاريخها يوم 23 مارس يعني على الشهر الجاي، فالمفروض الكستار تتكلم عنها في الأيام هذه الجاية يعني مرة قريب، ما أعرف، قولوا لي رأيكم. نجي الحين لموضوع لعبة ريدد ريدمشن. طبعا أنتوا عارفين آخر خبر طلع تصريح كامل من شركة تيك تو، رئيسهم زلك طلع قبل فترة وتكلم انه احنا بنركز دائما على جودة الالعاب، بنركز على انه نكون الافضل في عالم الترفيه بشكل عام من ناحية الجودة، وهذا واضح اتوقع في العابنا، فنقدر نقول صحيح كلامه للامانة. فهذا بس يعني دليل بسيط للناس اللي تحسب انه روكستار كل 5 سنين كل 4 سنين تنزل لعبة، لا، روكستار لو توفرت امكانيات حتزيد مدة التطوير العاب، واتوقع ردد هذه واحدة من الالعاب اللي واضح لكم روكستار ايش قاعدة تسوي. طبعا هو اكد انه خلاص اللعبة حتنزل يوم 26 اكتوبر وما عاد في اي تأجيل وغير قابل للتأجيل، يعني اوثقوا فينا هذه المرة واحنا شغالين على اللعبة على اساس تطلع لكم بافضل شكل ممكن. طيب ليش التوقيت هذا؟ خلينا نراجع بعض الاحداث اللي صارت في هذه اليومين عشان نفهم ايش اللي قاعد يصير مع الشركات بالضبط. طلعت لنا لعبة ببجي فجأة من تداري من فين، وفجأة صارت الاول من ناحية المبيعات، الاول من ناحية عدد اللاعبين الموجودين في طور الاونلاين، الاول من ناحية الابتكار وكيف انهم قدروا يكسبون جمهور كبير جدا بفكرة مميزة ومبتكرة لدرجة انه خلت شركات ثانية تبدأ تراجع حساباتها. نعرف العاب زي باتل فيلد، زي كول اوف ديوتي، زي فيفا، زي اوفر ووتش، ما تاكل عيش للامانة مع لعبة زي ببجي. وحاليا عندنا لعبة فورتنايت جاية على نفس النمط ونفس الاسلوب وقاعدة تكسر كمان ارقام وبشكل متوالي. فهذه الاحداث ما هي شيء خلينا نقول نقدر نسوي نفسنا انه ما احنا شايفين وخلينا احنا في شغلنا ما علينا في ببجي وفورتنايت، لا، هذه الاحداث قاعده تاثر على الشركات الثانيه. وعشان كده بتسمعوا او سمعنا الاشاعه اللي بتتكلم على انه باتل رويال حنشوفها موجوده في لعبه ريد ديد ريدمشن. ما هي صدفه انه يطلع لك خبر زي كذا في توقيت زي كذا، وخاصه انه في تاجيل صار، فاحتمال كبير انه فعلا روكستار قاعده تشوف ايش اللي صار، ايش اللي قاعد يصير في المجتمع حق الجيمنج والالعاب بشكل عام، فممكن يكون هذا واحد من اسباب تاجيلهم انهم رجعوا يخططوا للاونلاين بطريقه مختلفه. لو تعرفوا روكستار ما حينزلوا لك ريدد على انها لعبه سنه سنتين، حيكون مشروع طويل. هذا عندنا لعبة جي تي اي في تعتبر من افضل الالعاب مبيعا، 90 مليون، ويمكن مع الحركة لو فعلا كانت صحيحة ممكن يقفلوا 100 مليون لو نزلوا نسخة جديدة، بسبب انه حينزلوا بجرافيك خرافي. فعليا السنة هذه ما عندهم اي شيء، وممكن يروح عليهم الربع الاول من السنة وما استفادوا شيء، فلازم ينزلوا شيء. فتوقع كذا واضحة الفكرة. الموضوع الثاني اللي ممكن كمان كان سبب تأجيل لعبة ريد ديد ريدمشن للامانة، احتمال كبير يكون موضوع الماكرو ترانزاكشن اللي قاعد يصير مع اي اي او صار في الفتره الاخيره. لعبتهم ستار وورز باتل فرونت كان خلينا نقول تهديد واضح وصريح من اللاعبين للشركات، لانه الخسائر اللي خسرتها اي اي جدا كبيره بسبب لعبه ستار وورز باتل فرونت، يعني لدرجه انه ديزني تبى تسحب عقدها خلاص من شركه اي اي بسبب الحركه البايخه اللي صارت في ستار وورز، اللي هو تدفع داخل اللعبه عشان تكسب او تطلع خلينا نقول شخصيات ثانيه. لاحظنا الحركه هذه برضو تكررت عندنا للاسف في لعبه ام بي اي 2K18، كيف كان الوضع، تحس انه صار اوفر، يعني قصه الشعر مرتين ثلاث مرات بدفع فيها قيمه عشان اعرف بس كيف شكل القصة. فهذا بس شيء بسيط على انه ممكن الماكرو ترانزاكشن اللي صار مع اي اي خلى برضو شركة روكستار تعيد النظر، خاصة نركزوا في الكلام اللي حقول انه لعبة ريد ديد ريدمشن ما نقدر نقارنها بلعبة جي تي اي من ناحية الوقت والزمن. يعني الوقت الحالي في لعبة جي تي اي 2013-2014 حقبة اللعبة بيعطيهم الامكانية انه يزودوا اشياء على قد ما يبغوا، سيارات، مركبات، طيارات، ملابس، يعني انتوا عارفين يعني الفترة الزمنية الحالية اشياء كثير موجودة خاصة في مجال الترفيه ومجال انك تدفع وترفع عن نفسك، عكس الفترة الزمنية اللي فيها لعبة ريد ديد ريدمشن اللي محصورة باشياء جدا قليلة، ما بين مزرعة، حصان، عربية، ما في طيارات، ما في هليكوبترات، ما في سيارات، فالموضوع حيكون صعب انك انت تدفع الناس داخل اللعبة او انك كيف تستغل اللعبة من ناحية مادية، خاصة في لعبة ريد ديد ريدمشن ما كان همنا الفلوس، خلينا نقول زي لعبة جي تي اي بقد ما كانت همتنا انه نبغى نعرف
قصة اللعبة وكيف انه نوصل لأعلى المراحل في عالم لعبة Red Dead Redemption. ففكرة اللعبة او الكونسبت الاساسي لعبة Red Dead Redemption ما يتقارن بلعبة GTA, وما ادري كيف روكستار حتستغل الشيء اللي صار في لعبة GTA في لعبة Red Dead Redemption. طريقة التفكير بس بالموضوع هذا يخليك تحط يعني أسئلة كثير في بالك, إنه كيف حيحافظوا عليك تلعب اللعبة بالأطول فترة ممكن, وكيف إنه دائما يضيفوا شيء يحمسوك. يعني هل الألغاز حيلعبوا عليها زي ما صار عندنا في لعبة جي تي اي في وما هذا الموضوع كان واضح؟ هل موضوع إنه ممكن يصير اللعبة قريبة من أفكار ألعاب الار بي جي وألعاب السيرفايفر من ناحية إنه يجوع يعطش تحتاج تشتري أكل تحتاج تشرب موية؟ الموضوع حيكون معقد بشكل كبير في لعبة Red Dead Redemption, وأتوقع إنه هذه الأشياء بتخلي روكستار تعيد التفكير في أمور جدا كثير لما نيجي نحسب ماكرو ترانزاكشن, لما نيجي نحسب اللي صار مع لعبة ببجي وفورتنايت في الوقت الحالي واللي صار مع شركة إي إيه بشكل عام. أمور كثير أتوقع خلت روكستار تهدي شوية من نمطها, وممكن يكون الموضوع سياسة إعلان وتسويق زي ما صار في لعبة جي تي إيه في شاول الموضوع ناجح فحبوا يكرروه من النهاية. أتمنى أشوف رأيكم في قسم التعليقات على الموضوع بشكل عام, لو صراحة الموضوع غريب يعني تيجي تفكر في تصرفات روكستار الفترة الأخيرة الواحد يعجز يفهمهم فما أدري. فقلت أنا هذا الموضوع خليه تمهيد للموضوع الجاي, إيش الأشياء اللي ودكم أو خلينا نقول تتمنى تشوفونها في لعبة Red Dead Redemption, وأشياء ما ودكم تشوفونها بناء على لعبة GTA أو حتى Red Dead Redemption الجزء الحالي؟ فأعطوني اقتراحاتكم خلونا نتناقش فيها في الفيديو الجاي. أنا نزلت تغريدة في تويتر وحنزل إن شاء الله في الانستغرام نجمع فيها المعلومات واقتراحاتكم وملاحظاتكم للتريلرات الأخيرة بالإضافة للصور وزي ما تقول الأشياء اللي تتمنوها نحطها في فيديو واحد. هذا اللي كان عندي في هذا المقطع, أتمنى إنه عجبكم وأتمنى أنه بس شاركتكم شيء بسيط من اللي قاعد يصير في الفترة الأخيرة. كان معكم محمد برون من قناة فيديو جيم فور عرب, لا تنسى اللايك والنشر, أعطيكم ألف عافية, سلام. I shut my eyes trying not to speak, pretend that I'm dreaming, I smell your breath not listening, but I still hear you screaming, going under, one step away till you hear what